الآن مع طارق العمراني، 20 سنة، طالب ومدون وناشط اجتماعي، جاء إلينا من مدينة الناظور شمال شرق المغرب ليبلغ رسالته. طارق، إليك المنبر، تفضل. قولي لمن في الحكم، حكام العرب ومن غيركم، إلى ذاك الحاكم وذاك، إلى كل حاكم اتخذ من الكرسي تشريفا له لا تكليفا، إلى كل حاكم اغتصب السلطة بدون وجه حق ودمر روح شعبه، إلى كل حاكم أرغم شعبه على الولاء الممزوج بالقهر والظلم وعوده على الذل والهوان والعيش بلا كرامة، إلى ذاك الذي يتغطى بغطاء الدين ليوهم القوم أنه خليفة الله في أرضه، وذاك الذي يخرج في قومه يقول الرضا بالقليل سر سعادة الأمم، ومثله الآخر يقول حب الحاكم من الإيمان حتى صنعوا لنا للطغيان أركان. لست هنا أناشد فيكم ضميرا لأنني أعلم علم اليقين أنكم لا تعرفون للضمير معنى، ولست أستحلفكم بشرف لأن الإنحطاط أغلبكم له أهل، ولست أستنهض فيكم نخوة لأن نخوتكم ماتت وتموت بعدد قطرات الدم التي سفكت ولا زالت تسفك في فلسطين وسوريا والعراق ومثلها الكثير. أنا هنا وفي جعبة الكثير من الكلام، كلام لا طالما نصحني الغريب قبل القريب أن أحتفظ في وطني، أن أحتفظ به لنفسي، لأنني تعودت في طفولتي في وطني أن للجدران آذان وأن السياسة ليست إلا لمن يستطيعون إليها سبيلا. ربما سأختصر لكم قولي لأن من قبلي قال ومن بعدي حتما سيقول الكثير، لأنكم أمام جيل لم يعد يهابكم. قولي لكم عودوا إلى صوابكم وتوبوا إلى شعوبكم، لا حل أمامكم إلا كلمات خفيفة في على اللسان وثقيلة في ميزان الشعوب والحضارات، عدالة، حرية وكرامة، نعم هي حقوق وليست مكرمات كما ألفنا منكم. أما عن العدالة فيقال يا سيدي الحاكم أنها بضع شعب أولها التوزيع العادل لثروات البلاد بين العباد، بهذا تكون قد أنهيت الفساد في وطن أكثر ما يوزع فيه البؤس والحرمان، وأوسطها المساواة أمام القانون بين فلان وفلان، بين ذاك الوزير وذلك المواطن البسيط. أما عن الحرية والكرامة فيروى أنها عهد حتما سيأتي ينتهي فيه الظلم وينتهي فيه تكميم الأفواه وفيه تنتهي الاعتقالات والتعذيب والإهانة في غياهيب سجونكم، لا لشيء ربما إلا لمواطن أغره الشيطان يوما أن ينتقد حاكمه، وفيه يعز المرء ويحس أكثر بجرأة في المطالبة بحقه، نعم الجرأة التي تقولون عنها وقاحة، وما هذا إلا قليل من كثير، كثير أحلام تقهرني ومن غيري في اليوم 1000 مرة ترسم لي وطنا يحكمه حاكم لا يخيرني بين الحرية والاستقرار ولا يخيرني بين العدل والأمن، وطن يحكمه حاكم ومسؤول يدشن لوطنه لا لنفسه، وطنه الذي هو جزء منه، وطن لا يسعى فيه المسؤول والحاكم إلى تدمير إرادة شعب رغم استحالة ذلك. أقول قولي هذا ولا أعلم إن كنت بعده قائلا، وأقف وقفتي هذه ولا أعلم إن كنت بعدها واقفا. طارق، إن شاء الله تبقى واقفا وشامخا وصامدا إن شاء الله.